كل عام يموت ما يقرب من 100,000 شخص حول العالم بسبب لدغة ثعبان سام. فبناء على مدى سمية السم والمقدار الذي يتم حقنه في الجسم، فإن لدغة الأفاعي تسبب الوخز وضعف العضلات والغثيان وصعوبة البلع واللعاب الزائد ومشاكل التنفس المميتة. ولتجنب الموت يجب على الضحية أن تذهب على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج بمضادات السموم، وإذا وصل المريض في الوقت المناسب، هذا إذا كان لدى المستشفى مضاد السموم المناسب، فهناك فرصة بنسبة 100% للبقاء على قيد الحياة. حيث أن السبب في وفاة الكثير من الناس من لدغات الثعابين السامة هو أنه حتى لو كانت المستشفى قريبة، فغالبا ما لا يكون هناك ما يكفي من مضادات السموم. لذا دعونا نتعرف على كيفية صنع مضادات السموم وعلى التحديات التي تواجه إنتاجها، ولماذا تعتبر ثمينة للغاية، وما هو دور الخيول في تصنيعها؟ مضادات السموم تم إظهارها لأول مرة منذ 100 عام فقط، وقبل ذلك الحين كان الناس يعتمدون فقط على جهاز المناعة الخاص بهم للبقاء على قيد الحياة، والحقيقة أنه كان يفشل في معظم الأحيان. استمر الأمر كذلك إلى أن قامت ألبرت كالميت إحدى تلاميذ لويس باستروي بصنع أول مصل مضاد للسم في عام 1896 في فيتنام، بعد أن قامت مجموعة من الكبرى بإصابة ما لا يقل عن 40 شخصاً وقتل 4 آخرين. فلم يكن كالميت يرى أن الجهاز المناعي وحده كافياً لإنقاذ أولئك التعساء من الموت، لذلك استلهم فكرة ابتكار المصل من فكرة التطعيم المبتكرة أنذاك، وجعل مهمته الأولى والأساسية هي صنع مضاد للسم. وبالفعل اكتشف في النهاية عملية يمكن من خلالها حقن الخيول بالسم لإنتاج أجسام مضادة، ثم القيام بسحب الدم من تلك الخيول وحقنها في الضحية التي تم لدغها. إلى اليوم على الرغم من أن التقنيات قد تحسنت، إلا أن العملية لا تزال كما هي إلى حد ما. في المعهد النموذجي لمضادات السموم يتم تربية أنواع مختلفة من الثعابين ورعايتها ومراقبتها باستمرار لضمان تمتعها بصحة جيدة، وعندما يحين الوقت يقوم المحترفون بعملية الحلب، حيث يتم إمساك الثعبان بإصبع الإبهام والسبابة من مؤخرة الرأس خلف الفك حيث توجد غدد السم. يسمح هذا لحلاب الثعابين بالضغط على غدد الثعبان دون السماح للثعبان بالدوران والعض، ومع ذلك فإن العديد من هؤلاء المحترفين يتعرضون للعض مئات المرات خلال حياتهم المهنية. يجب حلب الثعابين عدة مرات لإنتاج كمية مفيدة من السم، فعلى سبيل المثال قد يستغرق الأمر 3 سنوات و69 ألف عملية حلب لإنتاج نصف لتر واحد من سم ثعبان المرجان. بمجرد حلب السم يجب تبريده إلى أقل من 20 درجة مئوية، ثم يتم تجفيفه عادة بالتجميد لتسهيل التخزين والنقل. تعمل هذه العملية أيضا على تركيز السم عن طريق إزالة الماء. بالطبع يجب تسمية كل قارورة من السم بشكل صحيح مع نوع الثعبان والموقع الجغرافي وما إلى ذلك من بيانات هامة، ثم يأتي جزء التحصين. تقليدياً تستخدم الخيول في تكوين أجسام مضادة لأنها تنشأ في العديد من البيئات في جميع أنحاء العالم، كما أن لها كتلة عضلية كبيرة تتوافق مع بعضها البعض، كما أنهم لا يخافون من عملية الحقن. وللعلم تستخدم أنواع أخرى مثل الماعز والأغنام وكذلك الحمير والأرانب والقطط والدجاج والإبل والقوارض، بل أن بعض المعاهد تختبر أسماك القرش والذي يعتبر مضاد للسم الذي تنتجه فعال للغاية، ولكن نادرا ما يتم استخدامها لصعوبة استئناسها. قبل حقن الحيوان يقيس الكيميائيون السم بعناية ويخلطونه بالماء المقطر أو بعض المحاليل العازلة الأخرى، والأهم من ذلك هو إضافة مادة مساعدة إلى المحلول بحيث يتفاعل الجهاز المناعي للحصان وينتج أجسام مضادة تلتصق بالجسم وتبطله. يشرف طبيب بيطري على العملية في جميع الأوقات حتى يظل الحصان في حالة صحية جيدة، وعادة ما تبلغ الأجسام المضادة في مجرى دم الحصان ذروتها في حوالي 8 إلى 10 أسابيع. في هذه المرحلة يكون الحصان جاهزا لسحب الدم، وعادة ما يتم سحب من 3 إلى 6 لترات من الدم من الوريد الودجي. الخطوة التالية في عملية تصنيع مضادات السموم هي التنقية، حيث يتم تصفية البلازما أي الجزء السائل من الدم الذي لا يحتوي على خلايا الدم للسماح بفضل مضادات السموم. وخلال هذه الخطوة عادة ما يستخدم المنتجون أساليبهم الخاصة والتي يتم الاحتفاظ بالكثير منها كنوع من الأسرار التجارية. يتم التخلص من الإضافات والبروتينات الغير مرغوب بها من خلال الترسيب،
كما تتضمن إحدى الخطوات الأخيرة في تحضير مضادات السمومة استخدام إنزيم لتفكيك الأجسام المضادة وعزل المكونات النشطة. وعادة ما يتم التحقق من الخطوة الأخيرة من قبل هيئة تنظيمية خارجية مثل إدارة الغذاء والدواء في الولايات المتحدة، وبمجرد الموافقة يتم تركيز العينات في شكل مسحوق أو سائل ثم يتم تجميدها وشحنها إلى المستشفيات. إنها عملية معقدة للغاية ومكلفة وقليلة العائد، فعلى سبيل المثال تبلغ تكلفة القارورة الواحدة من مضاد السمومة من $1,500 إلى $2,200، ومع العلم بأن لدغة الأفعى تتطلب ما بين 20 و25 قارورة حتى يتم علاجها، يمكنكم تخيل مدى تكلفة هذا الأمر. نظراً لأن التكاليف والطاقة اللازمة لإنتاج مضادات السموم كبيرة جداً، فإن المنتجين لا يصنعون ما يكفي لتوفير ما يلزم هذه المناطق لأنه ليس مجدياً من الناحية المالية. حتى مع ارتفاع الطلب عليه، ولكن لا داعي لليأس، فمضاد السم ليس هو الطريقة الوحيدة للنجاة من لدغة ثعبان شديدة السمية. هناك طريقة بديلة ولكن مجدية فقط لأولئك الذين يتعرضون باستمرار لخطر التعرض للعض من قبل الثعابين السامة، وذلك عن طريق بناء مناعة ضد السم بشكل تدريجي من خلال تعريض أنفسهم تدريجياً لجرعة غير قاتلة من السم، على سبيل المثال الزرنيخ، حيث أن هذا سيبني في النهاية مناعة ضد هذا السم. ولعل أشهر مثال على ذلك بيل هاست، المعالج الشهير والذي توفي عن عمر يناهز 100 عام، حيث كان يقوم بحلب ما يصل إلى 100 ثعبان يومياً. وبهذا المعدل يمكنكم أن تتخيلوا كم مرة تعرض هذا الرجل للعض ومع ذلك لم يتعرض للأذى. لقد بدأ هذا الرجل في عام 1948 بحقن نفسه بجرعات متزايدة تدريجياً من سم الكوبرا المخفف من أجل تطوير مقاومته المناعية التي ساعدته في النجاة من حوالي 172 مرة تم لدغه فيها من أكثر الثعابين فتكاً في العالم، بل أنه كان يتبرع بدمه المليء بالمضادات، وبالفعل تمكن من إنقاذ 21 ضحية.